هلا شباب بالنسبه للجيم بالعربي مشبره بدنا نفوت عليهم بقوه هطش راس ما في يعني هذا معنى بالكتله هذا معنى ما بعرف شو بدنا ننسى السياسي وبعرف بين هلالين بدنا نرحب بالسياسيين والنواب لانه هيدي لا بس هيدي خطوه منيحه تكونوا معنا بالرياضه مثل ما نحن ايام نكون معكم انتم هالمره انتم عنا عم تعيشوا معنا وعم تلعبوا معنا وان شاء الله يا رب نطلع ربحانين مبسوط كثير بهالجمعه عم نجمع سياسه فن رياضه وهيدي عن جد الخلطه اللي بعتقد لبنان اكثر شيء اذا حطينا شويه فن ورياضه جوات السياسه بعتقد لبنان بيصير اكثر واكثر وانا محظوظ انه السياسيين اللي معي بحبهم وبحترمهم وتاريخهم عن جد رائع اسم الفريق تبعنا لو برينج ات ان ليتس دو ات لوف افتر 3 افتر 3 لوف 1 2 3 لوف مساء الخير مشاهدينا من مجمع فؤاد شهاب الرياضي بجوني نحن معكم اليوم بحدث من أجل السلام مباراة بذكرى الاستقلال رح تجمع فنانين ممثلين سياسيين وإعلاميين بهدف واحد هو هدف السلام رح نشوف مباراة باسكتبول حلوة كتير أربعة كوارترز كل كوارتر من سبعة دقائق مع مدربين تعرفوهم كتير منيح طبعا أصبهم بعالم كرة السلة اللبنانية من سنوات لليوم الكوتش فؤاد ابو شقره وكوتش غسان سركيس كل واحد راح يكون مدرب لفريق فريق الحياه وفريق الحب واكيد راح نتابع اسامي ما تعودنا نشوفها على ارض الملعب بعالم كره السله راح نشوفها اليوم عم تتحدى بعضها واكيد راح نكون بمقابلات بعد شوي مع المدربين اللي راح نكون معهم اليوم غسان سركيس وفؤاد ابو شقره مع زميلتنا جايال خوري في هالوقت عم نشوف الفريقين عم بيتحضروا على ارض الملعب يعني أسامي فعلاً رح تفاجئكم اليوم عم تلعب باسكتبول على أرض الملعب بعد وقت قليل منتقل لزميلتنا جايال مساء الخير جورج أهلا وسهلا فيكم كوتش غسان وكوتش فؤاد عطول راس براس خبرنا اليوم قد ايه مهم هذا الإيفنت اللي عم ينعمل تحت إشراف ميسيون دو في وعم يجمع عدد من الشخصيات من كافة المجالات تحت شعار السلام يعني أول شيء فخر كتير كبير لي أنا شخصياً أنه أكون مشارك بإيفنت منظمتها الميسيون دو في لانه جمعيه خيريه عن جد يعطيهم العافيه وبنقول لهم جود لك ونحن شو ما فينا نساعد نحن دائما مستعدين فلما ندعيوني هيك حسيت بعرفت كنت كثير مبسوط
وبتشرف كثير. اليوم مثل ما بتعرف الايفنت فيها لعيبه باسكت، فيها سياسيين من البرلمان بين هلالين، وفيها فنانين، يعني الميكساج حلو، الايفنت كثير حلوه. بدنا نجرب هيك يعني نخلي الروح الرياضيه، لانه هي الفرق اسمهم لاف، فريق اسمه لاف وفريق اسمه لايف، يعني فريق الحب وفريق الحياه. ف يعني في رساله هن بدهم يوجهوها لكل الناس ولكل المشاهدين، ونحن من خلال الباسكت عرفتي عم نساهم بتوصيل هالرساله لكل الناس. شكرا لك كوتش. ما تغلبني اليوم كمان خي، هذيك اليوم غلبني بالشونفيل فرق كبير، فاليوم على القليل يوم السقر. ايه يوم السقر. السقر انا قلت لهم للعيبه بدنا نغلب فؤاد اليوم. حبيبي كوتش. كوتش فؤاد، خبرنا شو الرسالة يلي حابب توجهها للسياسيين بمناسبة عيد الاستقلال. أول شيء أنا كمان مثل ما قال كوتش غسان إلي الفخر أن أكون بهالإيفنت تبع الميسيون دو في. اليوم السياسية لح يكونوا بين إيدي، الفنانين كمان، بس قلنا لهم لح نفرجي حب بالحياة، وفريقنا هو لوف، فريق كوتش غسان الحياة، وإن شاء الله يكون هالإيفنت بيقدر يساعد ويفرجي الصورة الحلوة عن لبنان. بعتقد انه الباسكتبول هي لعبه الاولى بلبنان، سو هيك ايفنت كمان رح يكون في له مشاهده ويكون في له تقدير، وان شاء الله بيكون ايفنت سنوي. مين بتتوقع من الفنانين والسياسيين عنده بوتنشل بالباسكت؟ والله الخلطه اللي عندي، يعني في عندي الاستاذ انور جمعه، في عندي المير ايدي ابو اللمع، وعندي ايدي معلوف، وعندي دكتور فتفت الصغير، يعني كلهم حلوين وكلهم هيك اليوم عم نشوف فيهم عن جد اللي ما بنشوفه عادة. هذا الإيفنت بيساهم بنشر طاقة إيجابية على كل حال. ما في شك، بوزيتيف انرجي، وإن شاء الله بنقدر نعطيهم بهالجيم تيعطوا الصورة الحلوة عن السبور من خلال الباسكتبول. شكرا لك. نرجع لعندك جورج. شكرا شكرا جايل. هلا بدنا ننتقل لكلمة الأب المؤسس لرهبنة الميسيون دو في اللي تعبوا لإنجاز هالإيفنت. بنوجه تحية كمان لفريق العمل بالإم تي في مع المخرج جورج خليل وسيرينا بروديوسر وكل اللي تعبوا معنا اليوم. نقلنا لهالمباراة الحلوة كثير اللي مثل ما قالت سميرتنا جايل عن جد بتعطي روح إيجابية كبيرة للبلد، خاصة بهالفترة فترة الاستقلال وقبل الأعياد المجيدة. بننتقل لكلمة بير وسام معلوف مؤسس ميسيون دو في. بداية بدي أشكر الله على الجمعة الحلوة، اسمحوا لي كون عم بشكر راعي هالحفل معالي وزير الشباب والرياضة الأستاذ محمد فنيش ممثلا بالأستاذ محمد عويدات على دعمهم ومحبتهم. بدي أشكر شكر كبير معالي الوزراء، سعادة النواب، الممثلين الفنيين الإعلاميين على حضورهم المميز. بمجرد حضورهم اليوم معنا علامة على رغبتهم بأنه نشبك الأيدي لبناء وطننا بطريقة أفضل. بدي كون عم بشكر من قلبي الام تي في الرائدي بدعم مبادرات السلام والمحبة، زقفة كبيرة. كمان وكمان شكر الكبير للقيمين على ملعب فؤاد الشهاب على تعاونهم واستقبالنا بطريقة رائعة جداً، زقفة لهم. وشكر للجميع على حضورهم المميز. أمين. صار وقت الجد، صار وقت انطلاق المباراة. أوكي، نحن اليوم مع مباراة ودية وبعنوان Play for Peace أو مباراة من أجل السلام، وهالمباراة رح يقودها أيضا طاقم حكام دولي، بداية بأول تو كوارترز مروان العميل وفوزي عشوتي، وبالكوارتر الثالث والكوارتر الرابع رح نشوف الحكم اليوناني ستيريوس كوكوليدس مع الحكم جينيفر عموري، حكام الطاولة نايا بيصافي اليسكوري وألام كنعان. فريقين طبعا بأجواء مهضومة. Let's go. Love.
يلا جايز الفريقين صاروا جاهزين. الفيرست فايف دخلوا على ارض الملعب بالناحيه الفريق الازرق ناحيه كوتش غسان سركيس. فريق الحياه عندنا عايده باخوس نجمه الباسكتبول عند السيدات، عندنا ايضا جوي زلعوم نجل المدرب الوطني رزق الله زلعوم، وجوي ايضا لاعب مهم جدا بوينت جارد من طراز عالي اضافه لموريس متى، وعم نشوف ايضا رودني حداد المخرج والممثل وميري بانوسيون كمان رح نقول لها دور معنا خلال هالمباراه، رح تقدم سكتش بين الكوارتر الثالث والكوارتر الرابع، صوره جمعيه ببدايه المباراه بتجمع الفريقين فريق الابيض والفريق الازرق، فريق الحب وفريق الحياه، وفينا نجمعهم بجمله واحده يعني حب الحياه. هيدي الرساله اللي عم باكدها فعلا الشعب اللبناني رغم كل الصعوبات اللي عم بتمر عليه، شعب بحب الحياة. مين رح يربح هالمباراة؟ يعني صراحة في تكافؤ باختيار اللاعبين عند الفريقين، كل فريق بذكر يعني معه أسماء معروفة جدا بعالم الباسكتبول، مثلا سينا نحكي كمان عن لاعب منتخب لبنان نديم سعيد الموجود بالفريق الأزرق فريق كوتش غسان سركيس. الحكم فوزي عشقوتي إلى جانب حكم مروان العميل إذن بأول هاف من المباراة. نادي أبو شبكة زميلة بالإم تي في، وفادي شهوان مقدم نشرات الأخبار كمان موجود معنا، عم نحاول ناخد منه كلمة لفادي ناخد رأيه بهالمباراة. يعني عادة المواجهات بتكون حامية جدا بين غسان وفؤاد، تنشوف اليوم هل رح يغلبها الطابع الودي ام لا. جدية واضحة على وجهه لكوتش فؤاد. نائب كمان الياس حنكش موجود معنا عم يجي على بنش الفريق خصم. رودي بأول محاولة لفريق الأزرق ما بيسجل، ثاني محاولة كمان. يعني أجواء مهضومة كثير رح نعيشها اليوم، بنفس الوقت أجواء تنافسية، مباراة بتجمع كل شيء. جوي زلعوم لعايدة، بس حلو كثير للاعب فادي سعد. دعانا دعانا يا سعد الليل، ترجع لرودني حداد، وأول لقطتين لعايدة باخوس. أنا هلا بستني استقبل لجانبي زميلي بالام تي في مقدم نشرات الاخبار والبرامج السياسيه فادي شهوان. اهلا وسهلا فيك فادي. اهلا وسهلا فيك جورج، انا كثير مبسوط انك موجود معنا اليوم. اول مره بحضر ماتش ما هيك كيفك انت بالرياضه؟ كيف اذا بعلق كيفك انت بالرياضه؟ بعمل سكور على قد يعني باسكت بول ما بتلعب ابدا ابدا، لان طلبوا مني اني العب مع الشباب. أوكي. بس ما عندي ولا فكره عن الباسكت بول، بكره اذا عملوا فوتبول بكون جولر. أوكي. او لكن... فولي بول فيني العب، بس باسكت ابدا ما بعرف لقوانينها، بس بحب اتفرج عليها. كيف شايف الخلطه اليوم السياسيه الرياضيه؟ اليوم هيدا شغله كثير حلوه، وتحيه للشباب كلهم، للزملاء، ما كثير في زملاء، في موريس وفي نبيله، بس كثير حلو في النواب اسم الله عليهم، يعني في نواب عندهم روح رياضيه كثير حلوه. صح. وبتحس انه بين مع بعضهم وضد بعضهم ذات الوقت. لا ماتش مبين انه ببدايته كثير حلو، حتى عم بسال الصبيه هلا بيضحكوا علينا، في احد اللاعبين عم بسال الصبيه قلت لها هيدا ممثل او لاعب، بس خرج يكون ممثل كمان. هي لطشة هي لطشة فادي. شكرا شكرا لك. ونرجع لاجواء المباراة 2-2 بعد سلة لصادرة منصور للفريق الابيض فريق كوتش فؤاد ابو شقرة فريق الحب. رواد رعد عم نشوفه كمان، وربيع بارود الفنان اللبناني المحبوب جدا. كرة من خارج الملعب، وزملتنا جيال خوري اللي اكيد تابعتوها بعالم الرياضة بخلال البطولة العربية اللي كنا تابعناها لايف وحصريا على الام تي في.
وفاز بلقبها فريق الاتحاد الاسكندري على نادي بيروت بالمباراة النهائية. هون عنا إصابة صغيرة على سلابة، على أمل ما يكون في أي إصابة خلال المباراة. سعد النايب هون عم يتعرض لإصابة. أنور جمعة، سلامات لسعد النايب، إصابة بالقدم مقصودة هيدي ولا كيف؟ بدنا نعرف بس. إذن تبديل بالفريق الأبيض، فريق الحب، مع نادي أبو شبكة على الملعب، وأيضا دخول النائب إيدي معلوف. إيربول هون من روبي دعنا، ومعلوف بيطلب الطابة، إيدي بيدخل لحاله، بيعطي لساندرا، ميد رينج شوت لساندرا منصور، ما بتسجل هالمرة. ريباوند حلوة كتير لفادي سعد، انطلاقة للزلعوم، جوي بيحصل على خطأ. إذا عم تلاحظوا يعني لاعبين فيرست ديفيجن عم بيحاولوا مش هن ياخذوا المبادرة، يخلوا بقية الشباب هن اللي يحطوا سلات ويتفاعلوا أكثر بالمباراة. طابة من برا وعم بيطلب سيستم جوي، الشباب عاملين خطط. فريق غسان سركيس بالتياب الزرقاء، نائب فادي سعد ما بينجح هون. ريباوند لنادي ابو شبكي، حلو كثير للفهد، روني فهد نجم نادي بيروت بالباسكتبول. روني بياخذ التسديده وبيسجل، بيسجل الفهد. ما بيتهدى روني بالفتره الاخيره عن الثلاثيات. شفناه قدم بطوله عربيه مهمه كثير مع نادي بيروت، وعم بيلعب بشكل ممتاز ببطوله لبنان ايضا مع فريقه. عايدة باكوس اللي كان عندها تجربة مهمة كتير بالولايات المتحدة بجامعات، حلو كتير هنولوك باس لازالوم، ترجع لعايدة باكوس، تكون على السلة لرودني تحت السلة، حلوة كتير. أسست رائعة من عايدة لرودني، تواصل رياضي فني. مش عم نشوف بنتريشن بالشمال وتحت السلة هون، رودني يسجل. ريباوند لساندرا، فيك فاول باسكت لساندرا منصور. يعني بدنا نقول انه ساندرا منصور هي لاعبه سابقه، غير انه هي مقدمه برامج لعبه باسكت بول سابقه مع نادي الكهرباء، واكيد هيدا ملعبها وهيدي سلتها وبتعرف كثير منيح اجواء هاللعبه. تايم اوت وسلامات اكيد للنائب سعد النائب انور جمعه، ان شاء الله بيرجع بيتابع المباراه. مين كان كوتش هلا ثاني تيم؟ شايفك لا لا والله نفسك منيح؟ لا منيح نفسك منيح؟ ممنوع يشوط روني. اوكي يلا جود باسز ايدي اوفنس دبل صغير. اوكي هو انا برجع بعمل تشينج. نرجع لاجواء المباراه مع اكيد الفرقه الموسيقيه لجماعه ميسيون دو في اللي دائما حاضره حتى على المدرجات، كنا سمعناها باول المباراه ايضا. تحيه كثير كبيره لهالجماعه اللي فعلا عم تقوم بعمل كثير كبير من كافه النواحي، واليوم رسالتها هي رساله سلام. ان شاء الله بيضل السلام موجود بلبنان رغم كل شيء. ساندرا بتنجح، ساندرا بتنجح الباسكت ان، النتيجه صارت 8-4 تقدم فريق الحب على فريق الحياة. سلعوم دبل تيم، أمان دخول ساعة النائب سامي فتفت لأجواء المباراة مع فريق كوتش فؤاد أبو شقرة. وعندنا تو فري ثروز لإلياس حنكش.
سلامتك سعاده النايب. يعني ان شاء الله ما تكون اصابه كبيره وترجع تتابع المباراه. شو صار معك؟ انا قديما صارت معي من تحت الركبه بتبرم الاجر، برمت اذا بعمل مناوره، مع المناوره بتبرم. ما كنت محطة مزبوط؟ هلا ما لازم كنت تبرم وقوع عليها فبرمت. سلامتك ان شاء الله. ان شاء الله ما في مشكله. فيك ترجع تتابع يعني اليوم؟ ما بظن. هارد لك. ما بظن يعني اذا ارتحت عليها ايه، بس يمكن ما بظن. كيف شايف هالمباراة اليوم؟ هلا هالخلطة الفنية السياسية الرياضية. أول شيء مبادرة كتير حلوة، لازم كل لبنان يعيش بهالروحية هيدي، لازم الحدود الخلاف يكون له حدود معينة مسموح فيها بكل العالم، ومن هيك بيكون في أصدق تعبير عن الديمقراطية. نعم. ولا إذا منحول الخلاف لاختلاف مشكلة. بدعي الجميع او الاختلاف بالراي لا خلاف كمان، بالعكس كمان مشكله. ليه ما بنلعب؟ لكن بنلعب الجميع على ملعب الباسكتبول تا يلعبوا جيم سوا، بركي بتنحل القصه وبيمشي الحال بهالبلد نهائيا بقى. اذا هيك ظبط الامور نحن بحاجه لهالروح الرياضيه لحتى تنحل كل مشاكلنا. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بتسود الروح الرياضيه بقى ان شاء الله. والسلام اهم شيء. شكرا 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 لك. شكرا سلامتك. دخول لشالبر طويل كمان بالفريق الابيض، رح ينضم شو لنا كمان صباح خوري لاعب نادي الحكمه وخيال غيال، بدنا نقول كمان زميلتنا غيال خوري. الياس حنكا شو عم بياخذ مبادره بالتسديد هالمره ما عم ينجح. صباح هاي. هاي كيفك؟ يعطيك العافيه كابتن فريق الحكمه معنا اليوم. يعني اول شيء كيف تلقيت الدعوه وكيف كان حماسك للمشاركه وقد ايه مهمه هالمباراه هيدي برايك؟ انا دغري يعني وقت حكيوني ما كان عندي مشكله ابدا بالموضوع، خاصه كرمال كوز كثير مهم، عرفت كيف؟ واكيد لبينا الدعوه دغري، وكثير الجو حلو هون بالملعب، ان شاء الله دائما ينظموا هيك قصص. يعني فايتين تربحوا ولا كيف؟ بدنا نعرف بس يعني. هلا الكوتش غسان قالنا ايه بدنا نربح الجيم، بس تعرف بالنهايه اتس انترتينمنت، يعني اتس انترتينمنت اليوم وما حدا رح هي المهم يعني الجو كله سوا يكون هيك حلو مثل ما عم نشوف، بس اكيد بدنا نربح يعني. يعني في يعني توقع اخر كورتر يصير في بريس تايم اوت كذا. انا التحدي عنوان المرحله هي. شكرا صباح حبيبي. ماشي قلت لك. كمان عم نشوف على ارض الملعب بير وسام معلوف اللي هو الاب المؤسس لرهبنة ميسيون دافي، كمان عم يسجل بير وسام. وصلت فرحة كبيرة أكيد من كل أعضاء جماعة ميسيون دي فيه الموجودين معنا. طابي بترجع على الفريق الأبيض مع نبيلة عواد زميلتنا بالـ MTV بتسحب منها الطابي. هون نبيلة كانت من أول مرة بتلعب باسكت بول بحياتها نبيلة، وهيدا باكوس بطريقة حلوة كثير عم بتسجل 2 بوينتس للفريق الأزرق فريق الحياة. شارل برداويل لاعب السابق لمنتخب لبنان وعلى فريق التضامن لفريق الرياضي وعلى فريق الحكمه ايضا شار. وبوني بيرويسام دعانا كان لحلويه كمان انطلاقه جديده لشار برداويل. بعد في سكيلز عن شار هون الطابه ضربت بقدم الفريق المنافس تبقى مع الفريق الابيض. زياد ضرود كمان على الملعب لشار اوبن شوت. حلو كثير هالباس، حلو كثير هالباس. اسيست ولا اجمل من البرداويل للبارود. ربيع بارود عفوا، انا زياد بارود كمان سعاده النائب اللي كان ممكن يكون معنا او النائب السابق عفوا كان ممكن يكون معنا كمان بهالايفنت هيدا. نرجع لربيع. بارود كمان في بريس من رودني. في خطا على رودني حداد. لاحظوا خلص في تنشن بالجيم، ما في مزح يعني. اوكي بالنهايه مباراه من اجل السلام واجواء حلوه على ارض الملعب بدكم اياه، اجواء وديه، بس بالنهايه بالرياضه في فايز وفي خاسر وما في حدا بحب يكون خاسر. وهون باسكت ان، محاوله حلوه كثير لا سعادة النايب ادي معلوف. هوك شوت من ادي. نرجع نشوفه بالاعاده رغم الديفنس هون، ديفنس كتائبيه على ادي. ما بتنجح المحاوله
رح تستلي شارل كمان لمحاولتين بيسجل الثانية والنتيجة 4 نقاط تقدم فريق الهوب على فريق الحياة. بيرويسام لمين الباس لبيرويسام شارل بردويل عم يطلب النقطة بتبرم أكثر لفريقه. ربيع بارود دبل تيم على ربيع ايدي بيسجل هون المعلوف بردويل كمان ما بينجح مرة تاني شارل عم بيلعب بنتيجة كبيرة شارل بردويل وعم بيسجل نقطتين جديد آخر ثواني الكوارتر الأول عم نشوف تسديدة ولا لا مش منتبهين الشباب مش منتبهين الشباب إنه بعد في أجزاء لنهاية الكوارتر على كل حال 20-14 أول كوارتر لهالمباراة بيخلص بتقدم فريق الحب على فريق الحياة على خلال الوقت بين الكوارتر الاول والكوارتر الثاني راح نكون مع سكتش للفنانة ارزي اشيدياء من ارض الملعب ونتابع من بعدها اكيد الكوارتر الثاني مباشره. هاي اليوم تشير ليدر اخوه شناي اخوه شناي عمل مبادره كثير حلوه مبادره بتشبه عالمنا اليوم كان بوقتها في نبع الصفا ونبع الصفا بدهم يجروا ميته على كل الكرة المجاورة بالجبل وكان شيء بالنسبة لهم مستعصي مستحيل. أخوة شناي مع أخواته عطاه فكرة للأمير بشير إنه يعمل صف من الناس وكل واحد بده يحفر عطوله أناية قد طوله حفروا وهيك صار عملوا صف العالم حفروا عطولهم ونمدت الماي لكل كرة الجبل والجوار واليوم نحن عم ندعيكم تتحطوا ايدكم ببعض كل واحد يحفر عطوله يعني عقد طوله هو حواليه يكون مسؤول يكون هو الدولة هو يلي بده يبني الوطن هو يلي بده يعطي الأمل. بحبكم كتير مرسي كتير إن شاء الله بتربحوا تنيناتكم. شكرا لأرزي رح نرجع لأجواء المباراة سريعا من بعد ما شفنا كوارتر أول حماسي جدا بين فريقين 20-14 تقدم فريق الحب على فريق الحياة رح نشوف شو رح يكون الرد بالكوارتر الثاني. بذكر كل كوارتر من المباراة عم بيكون لفترة 7 دقائق أكيد بالنسبة للياقة البدنية عند الشباب منو لاعبين محترفين إلا البعض منهم أكيد نسبة كتير قليلة موجودة الفريقين مطعمين بلاعب أو لاعبين من درجة الأولى. شو راح يكون الرد بالكوارتر الثاني تبديلات كمان بالجملة بعضنا عم نتبعها مع دخول أسماء جديدة من الفريقين على أرض الملعب مثلا بالفريق الأزرق فريق الحياة كان خليل بوعبيد دخل على أرض الملعب سعد النايب أجوب ترزيان كمان أسماء إضافية عم نشوفها سعد النايب طلال المرعبي كمان موجود طارق المرعبي وترجع الطابة هون جديد للفريق الأبيض الفريق المتقدم لهلأ بالمباراة. روني فهد ما بينجح المرة محاولة ريباوند ترجع للفريق الأزرق مع نديم السعيدي اللي دخل أرض الملعب أيضا. كل كورتر مذكر هو لفترة 7 دقائق طارق مرعبي تحت السلة لخليل بو عبيد مقطوعة ترجع هون لمغري كوروسيان لاعب التادي هومنتمن اللي دخلت كمان مع الفريق الأبيض هون في إصابة سلامات للممثل سعد حمدان للفريق الأزرق. أوه اصطدام عنيف بين ميشيل أزي وسعد حمدان سلامات برجع المباراة تستكمل بشكل طبيعي مقطوعة هون من ميرجي أو من ميغري تحت السلة ديفنس قاسي كتير عم بيكون ما في أبدا تسامح على ويت على أي طابة وبيرجع بيسجل هون هالمرة الفريق الأزرق عبر خليل بعبيد ما في أبدا مزح في ديفنس قاسي هون أوبن شوت طب ينجح يسجلها الفريق الأبيض
وفريق الحب نذكر بوريس متى زميلنا اكيد مقدم برنامج ستارت والنشره الاقتصاديه تسديده هون كانت من الممثل دوري سمراني كمان اللي عم نشوفه على ارض الملعب نديم سعيد فار وغساس اركيس عم يدخل على ارض الملعب ليدافع عن لعبه تدخل الحكام سريعا كمان لتهدئه الاجواء اكيد بنهايه اجواء مرحه على ارض الملعب عم بيطالب بتكنيكال فاول كمان نديم حكام المباراة مروان العميل وفوزي عاشوتي بأول تو كوارترز بنذكر رح يكونوا معنا الحكام الدوليين البنش كمان شباب حاضرين بين كل لحظة والتانية الدور رح يجري للجميع تيلعب بهالمباراة نديم عنده ثلاث نقاط السعيد دعانا ما بتنجح ريباوند للفريق الأزرق بتطلع مع فريق الحياة هون كمان أنور جمعة اللي روح حاله ساعة النائب بالكوارتر الأول صعب يرجع يلعب المباراة نديم حلوة كتير تحت السلة حلوة كتير تحت السلة يا نديم لخليل بوابيت الملحن والمغني كمان الفهد على ديفنس من طارق المرعبي ايدي ابي لمع كمان عم تشوفوا عرض الملعب في اجتياز لخط المرمى او لخط الملعب عفوا دوري سمراني الممثل اللبناني اللي عم شفناه بادوار عديده بالسنوات الاخيره روني فهد اوبن شوت للفهد بيتابع هويته المفضله روني وبيوسع الفارق لفريق الحب بهالمباراه ريباوند خليل بوعبيد ما بينجح السعيد كمان مره اجوب ترسيان عنده ثلاث نقاط ما بينجح بدي هلا رحب بزميلتي اللي بتكون عاده الى جانبي على الباتول اخبار كنت عم قدم النشرات الاخباريه بس هالمره اليوم بملعب الرياضه كنت متخيله نبيله انه تكون سوا بملعب باسكتبول اكيد لا سوا ولا مش سوا ما كنت متخيله انه اكون انا عم بلعب باسكت ابدا ولا مره لعبت بحياتك باسكتبول لا ما بين انه ولا مره لعبت طيب شو بتلعب سبور عاده غير الباسكت لا بعمل جيم ما عندي سبور معين بعمله جيم أوكي. بس حتى قليل يعني ماني ادكتد لانه اسم الله عليكي حاضره فيزيكلي يعني انه ما باكل كيف شايف المباراه اليوم المباراة بغض النظر عن اللعب اللي عم نشوفه جورج رسالتها للمباراة هي المهمة اليوم انه كلنا عم نلعب قلب واحد فريقين لازم تصير باسم سبور في الاخبار كوتش فؤاد عم بدعيك تسوري معنا بسبور اعطاني شهادة ما عم صدق لا عم بحكي عن الجيم انه اليوم الرسالة اللي عم بقدمها هيدا الجيم رسالة كتير مهمة اليوم مثل ما عم نلعب قلب واحد بالملعب لازم كلنا من جميع الفئات من جميع الطوائف بلبنان نلعب كرمال لبنان كتير مبسوطة انه انا هون ميرسي لميسيون دوفي انه عملوا هيدا البادرة خصوصا اليوم على عيد الاستقلال ان شاء الله نشهد تقريب حكومة بلد يتحلحل شوي بدنا نقطع رسالة سياسية مع جورج ان شاء الله تكون الاجواء ايجابيه من بعد هالمباراه هذه. ثانك يو لكوتش فؤاد كمان وكثير حبيت انه عم بلعب مع الجروب كله. فريقكم شو اسمه؟ لوف فريق الحب، حب الحياه، ركبي على بعضها، شكرا. شكرا نبيلة. يعطيكم العافيه. ثانك يو. بنتابع معنا تايم اوت هون النتيجه صارت كبيره، تقدم فريق الحب على فريق الحياه 26-18 مع بقاء 3 دقائق 52 ثانيه على نهايه الكورتر الثاني. بس حدا على الريباوند كمال ملفت بهالمباراة تواجد نديم السعيد لاعب نادي أنشانفيل مع كوتش غسان سركيس مدرب نادي الحكمة بظل الأجواء المشحونة اللي كانت بالفترة الأخيرة بين الطرفين والتصريحات المضادة اليوم ما بعرف اذا مقصوده بس حتى لو مقصوده شغله كثير كثير حلوه انه
بتصور تحلحلت الاجواء اليوم بين كوتش غسان ونديم سعيد من خلال هالمباراة الحلوة اللي عم تتبعها. ستيل من خليل وفي انتنشن الفاول، يعني رح يطلع له تسديدات عن الرميات عن الرميات الحرة، وبترجع الطابية لفريقه لخليل. وقف هجمة هون ايدي قبل ما عم تشوف امامنا ساعات النايب، رجع عم تشوف كمان عم يطلب اعادة الحكم مروان العميل الحكم الدولي عم يطلب اعادة للقطة. ساعات المخرج جورج خليل اذا عم يسمعنا اكيد بدنا نرجع نشوف اللقطة الاخيرة. بعد ما تشوف التو فري ثروز لخليل بعبيد، ما في جدية كثير الامور اليوم، ما في مزح ابدا. وكمان عندنا منافسات ال 3 بوينتس رح نتابعها. بنرجع نشوف اللقطة الى جانب الحكم بأكد الحكم الدولي مروان العميل اذا الصفرة الاخيرة، و كمان الى جانب سعادة النائب الياس حنكش. اهلا وسهلا فيك، دائما بالاجواء الرياضية مش جديد عليك نشوفك عم تلعب باسكت بول ولا غير باسكت بول ايضا. مزبوط مزبوط، بس اليوم ثاقبة انه معطوب ركبتي رايحة، بقى عم جرب العب كرمال ميسيون دو في، كرمال هذا المساج. انت روحت حالك بمباراة كمان بمباراة بمباراة مع النواب، وهلا كنا الجمعة عم نلعب مع السانكور كمان. اوكي انا اليوم جيت كرمال ميسيون دو في لانه عاملين مبادرة حلوة بمناسبة الاستقلال، وان شاء الله مثل ما الرياضة بتجمعنا يجمعنا حب الوطن وهمومه، ونقدر مثل ما شايف الاجواء كثير لذيذة وحلوة، نقدر من هالاجواء نبني عليها هيك تفائل متفائل ساعة النايب متفائل يعني. وبعتقد في امل بالجيل الجديد وبالشباب اللي حابين يعملوا تغيير بهالبلد. متفائل بالوطن متفائل متفائل اكيد، لو ما متفائل ما كنت عم بعمل اللي عم بعمله. وان شاء الله هيك ايدنا بايد كل هالناس اللي حابه تظهر من هالواقع السعيد. عم نشوف تنشن اليوم على ارض الملعب، في يعني تنشن لانه في شباب اخذينا جديه، يعني روني المفروض يخفف روني المفروض يخفف، قاعد عم بيلعب صار حاطط 9 او 12 نقطه ما بعرف قد ايه، بعده مكمل بالهيت تبعه. ناحيه ثانيه كمان في عندك نديم سعيد والله عليك عم بيلعب بشكل ممتاز، هو عم نديم ما عم بيلعب فول باور بس في انتقاد هون على روني فهد. روني بتشوف الكوتش فؤاد شو قايل له؟ لا بتشوف روني شو قايل لا بس لعبه لذيذه وان شاء الله بتكمل هيك الاجواء. شكرا شكرا لك ساعة النايب، ثانك يو لك ام تي في ميرسي. ونرجع كمان لاجواء المباراه مع تايم اوت جديد، عم نشوف كثير تايم اوتات لانه في تعب طبيعي، لياقه بدنيه هي الاساس بكل الرياضات وخاصه بالباسكت بول، الى جانب ربيع بارود رح نحكي بعد وقت قليل. ايدي هون، ساندرا هون، امين هون. شباب اذا كل ريباوند بتجيبه كان 5 ثريتو. ربيع اهلا وسهلا فيك، الفنان اللبناني المحبوب جدا، اشتقنا لك اول شيء، ما كثير عم نشوفك بالفتره الاخيره وين؟ يعني اكثر شيء عم بكون موجود سوشيال ميديا، وهلا في غنيه نزلت تقريبا صارت موجوده على الشاشات عم نسمعها. اغاني مثل ما مضبوط بلشت اغاني جريت. مشاركاتك كمان يعني مثل ما كنا عم نحكي مع ساعات النائب الياس حنكش، انت دائما بهالاجواء برافو عليك عن جد بنهنيك، كل شيء له علاقه برسائل السلام، كل شيء له علاقه بكل شيء للبنان لمصلحه لبنان موجود فيه، كيف شايف الجيم اليوم؟ اول شيء ما في احلى من هالمسج مثل ما عم تقول بلاي فور لايف، ويعني اصحاب وفنانين وسياسيين مجموعين اليوم طبعا اكيد باسكت بول بلايرز بروفيشنال يعني، ومبسوط اني انا معهم عم شارك، وفي جو سيريس هذا اللي حبيته يعني. صحيح. لو انه هيك جايين نتسلى وعم نقول اوكي بلاي فور لايف، بس في جو سيريس ان كان من كوتش ابو شقره وحتى من كوتش سركيس مبينين اثنيناتهم ضاغطين، وكثير حلو مثل ما قلت لك هالمسج من ميسون دوفي. ربيع عادة اي سبور بتحبه اكثر شيء؟ انا بحب الباسكت بول كثير وكنت العب من زمان، بس صار لي يمكن 6-7 سنين مش لاعب، هلا اليوم انبسطت وهيك على بالي ارجع اتمرن، بس بوقت شغلنا وسفر كثير ما عم يصير لي وقت اتمرن كثير. ان شاء الله ان شاء الله بترجع لاجواء السبور قدرت تنظم وقتك اكثر. شكرا لك. ميرسي لك. والنتيجه 26-22 من بعد سله هون للفريق الازرق، بتصور كان عم يسجلها نديم سعيد، ودقيقتين ونص لنهايه الكوارتر الثاني من هالمباراه تحت السله. رواد رعد لاير بول يا رواد، عم يلومه كوتش فؤاد على السله الاخيره،
كمان راح نكون بمقابلات تبيعا من خلال هالمباراة مع الممثل سعد حمدان. يعطيك العافية. منيح. رح تحكي على مهلك اليوم ولا؟ لا لا بسرعة بسرعة. كان عندنا good defense. الكوتش غسان كان قال لنا رح يعمل لك slow motion المخرج جورج خليل خلال الحديث. يعني كان في عندنا defense قوي. أنا تأخرت شوي، لو ما اتأخر كنا طبشنيهم. بس هلأ نازل عم حمي، هلأ عطاني الكوتش كم تعليمي، بدنا نجيب أجلهم. طيب. عن جد يعني الأجواء عم بتكون غير عن جد أجواء مرحة، بس الشباب حبيت يربحوا اليوم يعني فريقين. معلش معلش، المباراة للنهاية، أوكي محضرين المفاجأة يعني بوجود هالجمهور 12,000 مشاهد يغزل عين، فنحن أكيد أكيد جايبين نحن معنا 10,000 أو داعمين. فهلا شوف شو حيصير هلا ليك سكور، كنا 12 كنا 12-20 صرنا 22-27. هلا شوف هالخطه اللي عملوها، هيدي معموله بال 59، كان وقتها براد بيت عم يحضر زميلي، يعني حرام قاعد بلا شغل، دق لي هذيك النهار عمل لي ميست كول. ما في اكثر من المسلسلات بدي شوف له الام تي في هلا عم ينجو هني، بلكي بيعطوه شي دور حرام. ها شفت شفت هاو مش نحن، بس هلا حيفنتش ليك. ها ليك ها هف هف، ما على فخدك فاتت الهواء طلع على شمالة اليمين، بس انه هلا شكرا لك، هلا انطروا للنهاية شو شو حيصير فيهم. شكرا لك سعد، يا اهلين يا اهلين، ثانكيو لكم ام تي في، وان شاء الله على طول على طول السلام هيك بالبلان. ثانكيو ثانكيو، مهضوم كثير فعلا الممثل سعد حمدان، وممثل اخر الى جانبي صديق عزيز لي كمان حبيبي دوري سمراني. بنرجع شوي قبل لأجواء المباراة اللي فرق فيها 5 نقاط مع ستيل هون لفريق الأزرق. عايدة باخوس لسعادة النائب ما بتسجل هون، يعني عايدة كانت عم تعطي طارق مربي هالأسيست، وعم بتابع فيها طارق مرة جديدة لسعيد لعايدة. الفارق 5 نقاط، دقيقة و50 ثانية لسعيد عن 3 نقاط ما بينجح، وكمان محاولة ريباوند تحت السلة لطارق ما بينجح فيها. أمين المخرج أمين دورة ما بيسجل كمان، يعني خبصة شوي هلا على الملعب. دوري أهلا وسهلا فيك، كيفك جورج؟ مين حبيبي؟ أنا أول شيء بدي أتشك وأشكر الماما والبابا اللي خلوني أوصل لهون. كتر خير الله، عملت كوارتر كتير مرتب. لديك تهدي هلا هالكوارتر. أنا بدي أهدي الإيفنت كله على بعضه ايه؟ للميسيون دو فيو، بقول لهم الله يوفقهم. إيفنت كتير ناجح كتير حلو، منظمينه بشكل مش طبيعي. مرسي الام تي في كمان لانه بكبتهم للميسيون دو في، ونحن على طول وقت يكونوا بحجر لانه رح نضلنا واقفين حد هون، وان شاء الله منبيض الوجه. شو عم لحالك؟ اسم الله عليك، يعني كذا مسلسل مع بعض عم نشوفهم، عم نشوفك موجود فيهم دوري اليوم. الحمد لله. في مشاريع كمان لقدام ان شاء الله، في عنا تحضير لمسرحيه مع المخرج جاك مارون، ببلش ريهرسل بديسمبر، وان الله راد بنعرضها بجانيوري، فان شاء الله موفقين يا رب. ثانك يو حبيبي. مسلسلات للمسرح كمان دائما حاضر، يعني بي التمثيل هو المسرح. نعم. ان شاء الله نتوفق فيه، وخطوه جديده وان شاء الله نكون قدها. شكرا شكرا دوري. بس حبيبي بس جورج كمان متابعين مع المقابلات رودي الحداد، اكيد اسم غني عن التعريف بعالم التمثيل وايضا بعالم الاخراج، وعم نتابعه اليوم على الام تي في اخراجا وتمثيلا بكارما باسكت بول. هلا بدنا عم نعرف عنك، بس اكيد بدنا نحكي باسكت بول. كيفك انت بالباسكت بول؟ والله منيح، بس لي زمان كثير مش لاعب، فصار لي من الساعه 2 هون بالملعب عم نشوط لنرجع تاخذ ايدنا، بس ماشي الحال. لا كثير منيح. كنت تلعب قبل؟ ايه اماتور يعني. باسكت بول بس ما كنت؟ لا كنت تلعب فوتبول. كمان يعني فوتبول اكثر من باسكت؟ ايه اكيد. اليوم كيف شايف هالمباراه هيدي؟ ممتازه، اهم شيء على الاولاد يكونوا مبسوطين. نعم. وفي هدف للفوز ولا ما لا عارفة. لا طبعا، لا اكيد يعني انا ما بحب اخسر يعني. في هدف انه الحكم عم يصوفر مش مزبوط. لحظه 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 لحظه، بلشنا احتجاجات على الحكام بين. ما بعرف وين الروح الرياضيه. ردي شكرا لك. كلك زعلان. وفي بالمباراه كمان ان شاء الله بنشوفك عم تقدم اداء اكبر. ومتابعين باخر دقيقة و 22 ثانية من الكوارتر الثاني، لا يزال الفارق 5 نقاط تقدم فريق الحب على فريق الحياة. نادي ابو شبكة زميلة بالام تي في ضمن برنامج منا وجر، واكيد بدنا نشوفه بادوار مسرحية ايضا.
وراح يكون مشارك ايضا بسليبرتي دويتس راح نتابعه قريبا على الام تي في اذا اراد الشهر المقبل. شفنا لعبه اليوم وضل فيه صوته لنادي، ما بعرف اذا عنده الصوت الحلو نادي ايه ولا لا، ولا مره سامعه بعد. نادي ما بينجح بالمحاوله، ريباوند تبقى للفريق الازرق مع نديم سعيد لاعب نادي الشانفيل كابتن فريق الحكمه السابق. كمان وجوه فنيه على ارض الملعب، بيشان بولوس عم نشوفه وطارق تحت السله، سعاده النايب عم بيسجل هون طارق المرعبي، كانه في عدد اضافي من اللاعبين يا شباب ما بعرف هون الحكم كيف تركها سابق، يعني لاعب اثنين ثلاثه اربعه 20 لاعب، كم لاعب في من الفريق الازرق؟ يعني كانه فيش 10 لاعبين اذا مش اكثر موجودين بفريق كوتش غسان سركيس، والامور ماشيه كل الفريق عم بيلعب. كمان دخول رطني خبصت على الملعب، فادي سعد كمان، سعد النائب بيخسر الطابه، هينه خسرت الطابه هينه، بس بغير شيء كان عم بفوز سعد النائب. ياس حنكش كمان محاولة 3 بوينت ما بتنجح، و شوت كلوك اخر 41 ثانية، الله يساعد فريق الحب كيف بده يلعب، 20 لاعب على 5 الزلعوم هون بيستعرض ما بيسجل، نادي على الريباوند ما عارف كيف تركيل الامور سايبة هيك الشباب عرض الملعب. هيدا باخوس عند ميد رينج بتنجح هيدا، لاحظوا هون الاستعراض حلو كثير كان من جوي هالسبين موف، هرج ومرج على هرج ومرج على الملعب، والامور اكيد كلها بتروح اجواء رياضيه واجواء ترفيهيه مش اكثر مع رودني الحداد عم بقول له حكم هيدي سلتك مش هيديك سلتك. رضني عم بيسجل وعم بيسدل على سلة فريقه. اخر ثواني على الكوارتر الثاني. برداويل تحت السلة فيك. فاول باسكت لشار برداويل، حلوة كثير. حلوة كثير يا شار. لاعب ممتاز، لاعب شارك ببطولة العالم، بنذكر بعد المنتخب اللبناني بانديانابوليس. وكان له دور فيها خاصة بالتسديد على المسافات البعيدة. آخر ثانية لسعيد بينجح ونهاية أول هاف للمباراة. هون عم تشوف كنا بلحظة طريفة أكيد رودني عم بيسجل بسلة فريقه. على كل حال سكور متقارب جدا 31-30، نحن بريك وبنرجع لأجواء المباراة مع الكوارتر الثالث. شو هالجيم الحلو؟ واو رائع. ايه شوف شو هاللعيب انا المر. انا حاسه انه انتم متحضرين من قبل. طبعا منو اداء عفوي. طبعا نحن كثير بروفيشنال، بتعرفي نحن من مباراه لمباراه كنا عم نلعب بلعبه الكونيه، بتعرفي في شيء اسمه اولمبياد، في شيء اسمه، بس نحن عم نلعب بلعبه كونيه بقى، وحبينا نيجي نلعب مع الميسيون دوفي وفريقنا نحن كمان اسمه المحبه ونحب كل العالم. رواد شو الشيء المشترك بينك وبين ميسيون دوفي؟ انت شفنا اليوم مشاركه منك. ميسيون دوفي ما في مشترك بيني وبينها، هي انا وانا هي. يعني هني عالم ما فيكي ما تحبيهم، رسالتهم رساله بيضاء ما بدنا ملونه ابدا، مشان هيك بتحسي هال اخذ والعطاء من بعضنا، ما في اي مصلحه، في بالعكس محبه، في صدق بالمعامله. شو بتطلب من السياسيين بهالمناسبه اليوم؟ بطلب يحبوا بعضهم، اول شيء لا قبل ما يحبوا بعض يحبوا لبنان، ولكن كيف مجتمعين كلنا مع بعضنا هون، كلنا سلمنا على بعضنا وقاعدين مع بعضنا، كلنا يعني كان كل النواب تقريبا كانوا من كل فئه معينه، بطلب منهم يخلصونا بقى لانه ما نرتاح كثير، ويحبوا بعضهم يحبونا يخلصونا. يعني شو بدي احكي اكثر من العالم، يعني كلنا بنعرف شو في الوسط البلد شو عم يصير.
ثانك يو. ثانك يو لكم. شكرا رجال. هلا رح نتوقف للبريك ونرجع لمتابعة الكوارتر الثالث من مجمع فؤاد شهاب الرياضي بجوني بهالمباراة الاستعراضية الحلوة لهدفها أكيد طبعا رسالة سلام. بكل تواضع أول شيء زحفة للكوتش. عملت شغلة مبدعة جدا يعني ولا كوتش سبقنا عليها وبفتخر فيها. نزلنا لهم 10 لعيبة لنوقفهم بس يسمح لنا فيها. اوكي بس هون نجاش يعني 10 عم يلعبوا ضدنا كده حفظنا على السكور. اصلا هلا رح نكتب اعتراض نحن. انا عن جد بحيي الروح الايطاليه تبعكم بس خلينا ناخذها شوي جديه لان في منكم عن جد عم تتقاعصوا على الملعب. يا اخي كيف روني فات صار حاطط 4 تروف ما فينا. بدكم تربحوا بدكم تقاتلوا. اول ما تاخذوا اول ريباوند رح تقولوني تشوفوني تحت لونج باس وروني خليك عم تلعب بهالتركيز. شار بهالتركيز. ساندرا بهالتركيز. انا شغلي وحده بس هيك حز بنفسي بقى مش قادر اسكت. كيف عم يعمل لي ايدي كل ما بحطوا سله هيك بدنا شو بنعمل بايدي قبل لمع. بقى نرجع نلعب نفس ال 20 مينت اللي لعبناهم بجديه بباسات نقشع بعضنا كلنا سوا بدنا نربح لو شو ما كان. نرجع لأجواء المباراة. المباراة الحلوة كثير اللي عم نتابعها بلاي فور بيس لعب من أجل السلام. المباراة عم تجمع بين فريقي الحب والحياة فريق المدرب أبو شقرة وفريق المدرب سركيس. اللي تبعنا أكيد أول تو كوارترز مع هالخلطة الحلوة كثير اليوم اللي عم نعيشها المجمع فؤاد شهاب الرياضي بجوني. الخلطة السياسية الإعلامية الفنية والرياضية أيضا وأكيد الأسماء كلها اللي شفناها رح نرجع نشوفها بثالث ورابع كوارتر. بنذكر كل كوارتر من الجيم عم بيكون لمدة 7 دقائق والأجواء عم تكون عن جد كتير كتير حلوة بالمجمع إن كان حضور جماهيري أو بين الشباب على أرض الملعب. روح رياضية وبنفس الوقت روح تنافسية كبيرة. ما حدا بده يخسر المباراة وحتى بين المدربين عم تكون حرب كبيرة يعني بين كوتش غسان سركيس اللي عم تشوفه أمامنا وكوتش فؤاد أبو شقرة المدربين الوطنيين. والنتيجة 31-30 بس بأول هاف. صباح خوري مع عايدة باخوس اللعبة اللبنانية الممتازة جدا أكيد من الباسكتبول. كوتش فؤاد تنشوف شو حتكون تعليماته على من بعد الهاف تايم لفريقه الفريق الأبيض اللي هو فريق الحب. والروح الرياضية الحلوة عم نشوفها عم ترجع بين نديم السعيد وكوتش غسان سركيس. مثل ما قلنا كانت العلاقة مش كثير منيحة بين الطرفين من الفترة الأخيرة. تصريحات مضادة إن كان بين الكوتش ونديم بس يبدو الأجواء تحلحلت مثل ما عم نشوف خاصة من بعد مباراة اليوم. آخر التعليمات التحضيرات قبل العودة إلى الجيم. الحكم فوزي عشقوتي هنشوفه كمان اليوم كمان مع جينيفر عموري راح تقود الكوارتر الثالث والرابع. كان شفتها كمان بأول هاف من الجيم مروان العميل الحكم الدولي عم بيقود المباراة. ما في طاقم رسمي بكل شيء من المدربين للحكام لحكام الطاولة أيضا مع نائب صافي الياس خوري وألان كنعان واللاعبين الموجودين. يعني اوكي في عنا سياسيين عنا فنانين اعلاميين بس الرياضيين على اعلى مستوى موجودين معنا لاعبي باسكتبول محترفين ان كان روني فهد صباح خوري نديم السعيد كمان جوي زلعوم وغيرهم من الاسامي الموجوده معنا اليوم بهالايفنت. عند السيدات اكيد عنا عايدة باخوس مغري كمان توروسيان موجوده معنا لعبه نادي هومنتمن. يعني في باسكت على اعلى ليفل وفي كمان اجواء مرحه على اعلى ليفل ايضا. شارل برداويل كمان اللاعب السابق موجود معنا لاعب منتخب لبنان السابق ولاعب ابرز الانديه اللبنانيه اكيد شارل. انطلاق الكوارتر الثالث مدته بذكر 7 دقائق
بير وسام عم بيحصل على الخطا. برافو بير وسام اللي هو بذكر المؤسس لرهبنة ميسيون دوفي. عم نشوفه امامنا اللي كان له كلمه قبل المباراه. بير وسام اول تسديده عم بيسجل. رواد رعد كمان الملحن. مش عم نشوفهم بالإعادة الفاولي اللي حصل عليه بير وسام. ترجع الطابة لفريق الحب. ربيع بارود تحت السلة بيسجل ربيع. وطابة تانية طابتين على أرض الملعب. طابتين على أرض الملعب. يعني الأجواء اكيد بالنهايه رح يكون في رابح وخاسر، بس طبعا لابد من المرح خلال هالمباراه. ويسام بير وسام عم بيسجل عم بيسدد ما بينجح. ريباوند للسمراني. دوري للبارود حلو كثير ما بينجح. ربيع هون شال بردويل على ريباوند. الفهد لنبيله. نبيله عمل شيء شوطه وحده بس كرمالي. ربيع بيسجل كمان. ريباوند للسمراني تحت السلة. برافو يا دوري. اوفنسيف ريباوند مهمة لفريقه. والشوت كلوك 24 ثانية ما سجل خلال الفريق الأبيض. 33-30 نتيجة تقدم فريق الحب بقيادة الكوتش فؤاد أبو شهرة على فريق الحياة بقيادة كوتش غسان سركيس. ودخول كوتش فؤاد عرض الملعب كمان وعم يستفيد من الباس تحت السلة. الحكم عم بينهي الأمور. دعانا يا كوتش. السلة كانت لكوتش فؤاد أبو شقرة. وبترجع الكرة للياس حنكش. طارق مرعبي فاول. كمان عم بيلعب دور الحكم كوتش فؤاد. حكم ولاعب ومدرب اليوم، هيدي الصفة الصفات الثلاثة لفؤاد أبو شقرة. السمراني مقطوعة من صباح لعايدة. حلو كثير. صباح لعايدة كمان استعراض حلو كثير بين اثنين. ما بتتسجل السلة. يلا يا صباح على ثلاث نقاط. بيسجل صباح خوري. بيسجل صباح خوري. لقطة حلوة كثير لكوتش فؤاد أبو شقرة طبعا عم بيحكم المباراة. إلى جانبي سعادة النائب فادي سعد. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. أول شيء يعني بنحييك على روحك الرياضية الكبيرة. عم تلعب مباراة باسكت بول، بعرف يمكن بعيد شوي عن أجواء الرياضة خاصة بالفترة الأخيرة. بشبابك يمكن كنت أكثر لما كنت مستفضي أكثر 100% لا أجواء الرياضة. كنت ألعب كل أنواع الرياضة قبل. هلا صار لي بركي 25 سنة أوف. بعمل رياضة كبرناك كثير هيك بس بعدك شاب. مش عم نقول على إنه بعمل رياضة يعني جيم وهيك، ما بقى عم بعمل أوكي باسكت بول أو فوتبول. نعم بس وقت سألوني إنه في ميسيون دو في ما ترددت، قلت لهم اكيد. من ميلي بيدل على الروح الرياضيه الموجوده، من ميلي ثاني بنكون عم نساهم وانا مع المساهمه الاجتماعيه شو ما كان يكون. وثالث شيء لازم افرجي انه السياسه معني بكل شؤون الناس. نعم. مش بس معني بالسياسه وخصوصي بهالازمه السياسيه اللي مارقين فيها. هذا هلا عم نشوفه اليوم بيعطي فسحه امل تواصل بين كل الافرقاء مثل ما شايفين، وهيك بيخلي عنا امل ببكره وامل بلبنان. بالنتيجه الرياضه هي من اسمى هيك الممارسات يلي بتبعد كثير عن المخدرات، بتبعد عن الامراض وبتحافظ على الصحه العقليه والنفسيه. مين بده يربح اليوم؟ مش مهم، لازم لا رأيي تربح الرياضه اليوم. ساعات النايب ما في منها هيدي. انا احب انه نربح بس برجع بقول لازم الرياضه تربح اليوم، لازم تربح هالروح الرياضيه وتضل سيده هيك بين اللبنانيين. ان شاء الله هذا الشيء الوحيد اللي بيعطينا امل ببكره. شكرا لك سعاده النائب فادي سعد اللي عم كمان عم بيقدم مباراه كبيره اليوم رغم غيابه وابتعاده الفتره الاخيره مثل ما قلنا عن الرياضات الجماعيه.
بس مجرد المشاركة فعلا هي شغلة كتير مهمة بهالحدث هيدا. نذكر عم نلعب اليوم من أجل السلام. عشقة عند اللاعب البيض هالمرة. شفنا عشقة بالكورتر الثاني عند الفريق الأزرق هالمرة. لاحظوا كم لاعب، 2 4 6 7 لعيبة موجودين بالفريق الأبيض عرض الملعب. صباح كمان محاولة ثلاثية تانية ما بينجح فيها قبل الشوت كلوك. صباح خوري كابتن فريق الحكمة وقيال على الوقف، بس يلقطها بصباح خلص ساعة أساس قاعدة بتشوفها وقفة دغري. على كل حال 4 نقاط الفارق. لا ليكو ليكو ضحكتها لقيال ليكو، بس يكون صباح على الملعب ما في مجال. 37-33، 3 دقايق و4 ثواني على نهاية الكوارتر الثالث. صباح بيعمل ستيل وبينطلق بالطابة لعايدة، بتضل الطابة داخل الملعب. صباح على ديفنس، محاولة لأجوب ساعتنية من كوبتر زيان، مقطوعة من دوري سمراني. البردويل لمين؟ لروني. لاعبي منتخب لبنان السابقين. والبردويل شوت كلوك ما بينجح انه يسجل قبل ال 24 ثانيه. في تايم اوت عم يطلبوا كوتش فؤاد ابو شقره. تايم اوت اذا للفريق الابيض، والفريق اللي صار نقطتين بس. كلوز جيم عم نشوفها بين الفريقين، بين فريق الحب وفريق الحياه. إلى جانبي كمان ضيف عزيز على هالمباراة وعلى الحدث السيدة بشكل عام، ساعة النائب هادي معلوف. أهلا وسهلا فيك. مساء الخير. اليوم مشاركتك كمان كثير مهمة معنا، بنشكرك على وجودك بهالحدث. قديه مهم اليوم هالجمعة الحلوة، هالخليط الرياضي السياسي الفني. بطبيعة الحال فكرة كثير حلوة من ميسيون دو في. بتعرف ميسيون دو في ما في واحد يرفض لهم طلب، وقت تشوف كل العطاءات اللي بيعملوها وكل بده يقول له بدك تقول له يروق شوي. بترشك بالماي؟ ها؟ عم بترشك بالماي؟ لا بس اكيد جمعة كثير حلوة والجو كثير حلو اليوم، وهذا هو يعني إذا بدك نفس اللي نحن بنحبه، بنحب نكون عايشين فيه. لو في اختلافات قيمات السياسة، بس هيدا ما لازم يغير إنه قادر انت برات العمل السياسي تقدر تعمل نشاطات حلوه مثل هيدي تقرب العالم من بعضها. وانا برايي اليوم نجحوا ميسيون دو في بالنشاط تبعهم، وانتم كمان. شكرا لك ساعه النايب، كل التوفيق، واهم شيء تفرجينا مستوى كبير على ارض الملعب كمان، مش بس على الساحه السياسيه. شكرا شكرا لك. عوده للجيم 37-35، دقيقتين ونص على نهايه الكوارتر الثالث. الازه هون مش الازه، بنتريشن حلوه كثير كانت للفنان اللبناني المحبوب ميشيل أزي. وجوه فنية كثير محبوبة اليوم عم نشوفها، ربيع بارود، ميشيل أزي وغيرها. كمان عم يضم لنا وجه فني آخر. نتابع بهالوقت اجواء المباراه. الفرق 3 نقاط، بس هشام بورص الى جانبي الملحن المعروف جدا اللي عطى احلى الالحان لاهم الفنانين بلبنان وبالعالم العربي، خاصه لو قال لك فوري مثلا. خليل ياك كلك ذوق. ثانك يو هشام. قد ايه بعيد عن اجواء الرياضه او لا؟ ابدا ابدا مش بعيد. يعني مثلا ب 98 بطل لبنان بالتايكواندو ولليوم بطل عليك. بطل عليك ب 98 يعني عم نكشف حالنا قديم الخبريه. بس انا لا طول بعمل سبور لانه ما في مولوات باسكت بول ما كثير يعني ما كثير يعني ما كثير لعبت المفضله، بس انه بزاول عادي. اي رياضه جماعيه هيك كنت تلعبها اكثر بشبابك؟ اكثر شيء بولينج مثلا، بنحب البولينج، بنحب دارتس، بنحب بعيدا عن الفوتبول والباسكت والفولي بول يعني. ايه ما عم اقول لك هودي هن يعني بولينج اكثر شيء، اذا شيء تنس وباقي هودي هن مينلي. يعني هيدا من يمكن اذا بدك المرات النادره بشوفك فيها عرض الملعب بملعب الباسكت بول.
سوري ما سمعتك. هيدا من المرات النادرة عم شوف فيك عم تلعب باسكتبول. ما كتير بلعب باسكتبول اونستلي، يعني من ايام الشانفيل كنت انا تلميذ انسيا شانفيل، كنت العب مع الفريق وهيك بس ما كتير طولت، يعني ما كتير حبيتها. شو رايك بهالجيم اليوم؟ مهضومه كتير حلوه، يعني هي اهم شيء الرساله من وراها، اهم من هودي كلهم الرساله من وراها، وما في اهم من السلام صراحه. يعني قال لها السلام عليك يا مريم، افتتح فيها ولما يفوت المعلم الكبير بيقلنا سلامي اعطيكم، يعني السلام ما في اهم منه. انا بعتقد لو بالكره الارضيه في سلام ما كنت بتشوف اي شيء سيء. ان شاء الله يضل السلام بلبنان هيك عن جد موجود رغم كل الظروف، في عنا سلام ان شاء الله، يكون سلام داخلي كمان مش بس ان شاء الله يا رب. ما هو سلام داخلي بينضح للخارج. صح صح. شكرا هشام، كلك ذوق. ثانك يو. ثانك يو. كمان لأجواء الجيم كان عم نشوف 60 لميشيل أزي للفريق الأبيض، فريق الحب اللي بعده متقدم بنقطتين. خليل بعبيد كمان عم يتابع المباراة. خليل لعب فريق الحياة اليوم، الفريق الأزرق، فريق المدرب غسان سركيس، وساعة تانية لجوبتر زيان اللي محمس كتير من بداية المباراة وما بده يخسر أبدا، هيك عم بيقلنا. لاحظوا كم لاعب في بالفريق الأبيض، لاحظوا هالعشقة وين ما كان، تحت السلة وبرات السلة، لغم هالشي في ستيل للفريق الأزرق اللي كمان عشقت عنده 3 6 7 لاعبين مقابل شي 10 لاعبين من الفريق الأبيض. كمان تحية كبيرة لقوى الأمن الموجودة معنا، رغم إنه الحدث أكيد ترفيهي بس في شخصيات اليوم معنا موجودة، شخصيات سياسية لابد من وجود القوى الأمنية بالملعب. تايم أوت جديد، تنستمع لتعليمات المدربين غسان ركيس وفؤاد أبو شقرة قبل دقيقة و19 ثانية عن نهاية الكوارتر الثالث. فؤاد صليبة كمان مدير عام مجمع فؤاد شهاب الرياضي بجوني، وجاله تحية كبيرة كمان بعد مجهوده في هالمباراة وتقديمه الملعب لإقامة هالجيم. شارل برداوي طابة مبرة، ساندرا منصور كمان شفناها رجعنا عرض الملعب، طبتين يا شباب طبتين عرض الملعب. ايدي ابي لمع كمان عم بيحاول كان يسدد ويسجل ما بينجح. الزلعوم لصباح، صباح مين معه تحت السله لعايده، لزلعوم صباح خوري عن ثلاث نقاط ما بينجح. البردويل على الريباوند لمين الطابه مقطوعه ترجع لايدي معلوف. في تنشن، أول تسديدة تسديدة للمعلوف ما بينجح فيها كمان. صباح ومواجهة 1 on 1 بين المعلوف وصباح خوري، طب تبقى للفريق الأسرع، مقطوعة من البردويل للمعلوف تحت السلة، راح يسجل ادي معلوف ما بينجح. دعانا كانت حلوة كثير المحاولة، صباح لعيدة ثلاث نقاط تنجح عيدة باخس. صباح الريباوند 20 ثانية يعني هيت الكوارتر الثالث، كمان تسديدة غير ناجحة للياس حنكش. صباح بيسجل،
صباح خوري بيسجل وعم بيعطي لأول مرة فترة طويلة التقدم لفريق الحياة على فريق الحب. نقطة واحدة وفي فاول. ايه جايال ايه زقفة زقفة لقلك فاول إذن وتسع ثواني على نهاية الكوارتر الثالث. تو شوتس لميشيل أزي. أول تسديدة لميشيل. كمان التانية ما بتنجح في ريباوند. رواد راد عم بيشغب على البنش وبده يفوت على الملعب بالقوة. وصار نادي ابو شبكه كمان اسيستنت يبدو لكوتش فؤاد ابو شقره. ريباوند بالضبط تبقى تعاون تيار قوات بهالمباراه مع ايدي ابي لمع وايدي معلوف عم بيلعبوا بفرد فريق. ونهايه الكوارتر الثالث اذن 40-39 تقدم فريق الحب على فريق الحياه. تبقى ل وقت قليل هلا مع سكتش لميراي بانوسيان وبنرجع بنتابع من بعدها الكوارتر الرابع واخر سبع دقائق من هالمباراة. ويها نواب وفنانين وصحفيين مجتمعين. ويها وبلعبة الباسكت بول مش مختلفين. شكرا لميراي بانوسيان او لامطعاني اللي كانت معنا على البريك بالكوارتر الثالث والرابع. بنرجع لاجواء المباراه سبع دقائق اخيره. مذكر الكوارترز بالمباراه هن لفتره سبع دقائق مش لاربع دقائق. اربع كوارترز كل كوارتر باربعه بسبع دقائق. ومين راح يربح المباراه فريق الحب او فريق الحياه؟ 40-39 المباراه متقاربه جدا من بدايتها. ما حدا بيعرف مين رح يربح. صباح خوري كابتن فريق الحكمة. مقطوعة ستيل حلو كتير من البردويل. بلشت جدية أكتر بتظهر بالكوارتر الرابع. خلص ما في مزح بقى. كل فريق بده يحاول يحسب المباراة. ثلاث نقاط الفرق لفريق الحب. صباح برد ما بينجح. وفي شوت كلوك. مش عم نشوف ستيل الحلو من البردويل. ولا بعدك بتلعب يا شارل؟ بعدك بمستوى عالي. صباح خوري لا عايدة. فريقين بتشكيلة أساسية للفوز. ساندرا منصور ريباوند. لاحظوا كيف تتخلص من البريس ساندرا بطريقة كثير ذكية. بتعطي للبردويل لروني فهد. روني لمين؟ تسديدة ميشيل أزي على الميد رينج. دعانا يا ميشيل. ريباوند لحنكش. ما بتوصل لعايدة. ها كوتش فؤاد كمان بيعمل ستيل. كوتش فؤاد بيرد الطابة لفريقه. الأزي حلوة كتير. ميشيل بيدخل. بيعمل ووكينج ميشيل أزي. كمان ساعات نايب باكوب ترزيان رح ينضم لنا. منه بعيد ابدا عن اجواء الرياضه طبعا ساعات نايب. اهلا وسهلا فيك. الرياضه شيء اساسي يعني بعملك بحياتك الشخصيه بكل شيء دائما يعني مخصص وقت للرياضه. اكيد طبعا. ما تنسى جورج وانا كنت عضو اتحاد كره السله. صحيح.
الرياضة أساساً بتعني لي كتير لأنه آخر مطاف أنا أهل كمان، والرياضة الأساس اللي بيخلي الشباب ما يروحوا على الطرق الملتوية. عم تشوفوا صلي ثلاثية بس لا على حديثك لشرط بدوين شو القصة؟ لا لا لكن فرق انتصار في انحياز من الحكام، وهذا الحديث رح مش لاقي له حل هلا بعد شوي، مش مقبولة. طيب اليوم كيف شايف الجيم عن جد صراحة، يعني بعيدا عن المزح؟ اليوم هو نهار مميز لأنه الموضوع له علاقة بميسيون دو في. ميسيون دو في أنا شخصيا عندي الحنية لألهم لأنه أساسا هني بيهتموا بأفكار الفقراء وبعرف عملهم ومتابعهم من السنين، وأساسا أنا ربيت بمنطقة يلي هني بلشوا فيها يعني بقلت الياس، يعني كنت شوفوا أنا وكنت يعني شاب كيف كانوا بلشوا، يعني كانوا لأنه 3-4-5 لصاروا اليوم السنة الماضية كمان أخذوا المباركة الفاتيكان لهن يكونوا عندهم هالمؤسسة. شكرا ساعه النايب، كل التوفيق لكم بالجيم، بعد في 4 دقائق و20 رح نربح أكوبتر زيان اكيد بنشكره على وجوده معنا بهالحدث، وبنرجع 4 دقائق و10 ثواني تقريبا. نديم السعيد تحت السله للجوي مرتاح على 3 نقاط، الزلعوم ما بينجح انه يسجل 6 نقاط الفارق، 4 دقائق برداويل لروني فهد زملاء الامس ما بيسجل روني، ورودني حداد يبدو انه تعرض لكتمه بايده خلال المباراه، سلي هون لعيدا باخوس والفارق عم بينزل ما عم بيعلى، صار 5 نقاط 47-42. زبط سكور يا دوري، عم بيحتاج على سكور بورد دوري سمراني. صباح 3-1 او 3-2. نديم لا عايدة بيدرين شوت ما بتنجح، صباح خوري بلوك شوت، بلوك شوت من شارل برداويل، بعده التقدم للفريق الابيض لفريق ايدي معلوف، عم تشوفوا امامنا فريق المدرب فؤاد ابو شاره. زلعوم محاوله جديده عن 3 بوينتس ما بتنجح، ريباوند لبرداويل اللي عم بيكون لولا بالحركه بالفريق الابيض، 3-1 وايدي ما بينجح. سلامات لايدي معلوف، نزل عليه شارل برداويل بالغلط. اهلا وسهلا فيك ساعه النائب ايدي ابو اللمع، مشاركتك اليوم كثير مهمه بهالحدث، وخبرنا اول شيء عن الرياضه بحياتك. رياضة اسم مهم من حياتي، بس مش على طول بتكون هيك الحال، لانه نحن بتعرف اشغال الاوقات بتتخطى قدرتنا على انه نقدر نتصرف مثل ما بنريد وبوقتنا ونعمل رياضة قد ما لازم انه نعمل او ما حابين انه نعمل. نعم، اليوم ليش صار لك مش لاعب جيم باسكتبول بكل صراحة؟ صراحة اول امبارح لعبت. اه والله لك انا السؤال انا فكرت صار لك زمان كثير وعم تقول لي ملتهي بالشغل بس هيدي من اول امبارح كان صار لي شيء تقريبا سنه مش لاعب. اه يعني كبير. لعبت اول امبارح وصار لك سنه مش لاعب منيح. ايه. اوكي صحيح. طيب خبرنا هالمباراه اليوم قد ايه مهمه. انا اول شيء بدي احكي عن ميسيون دو في. ميسيون دو في بالنسبه لي عن جد جمعيه، يعني ما شايف بعد مثل العطاءه حقيقه، عطاء وثم العطاء، وهذا الشيء اكيد اللي حفزني اني اجي. هلا بالنسبه لهال يعني هالماتش اللي صار، حقيقه روح كثير حلوه بين النواب من كل الاطراف والاطياف، والشباب كمان الفنانين والموجودين معنا زادوها قيمه وجمال. في معك زميل من التيار عم كبله باسات؟ عم طبعا ايدي معلوف معك عم تعطيه باسات بالملعب؟ انا كان كل همي اني اعطيه باسات بالملعب. بس بالملعب، برات الملعب؟ برات الملعب اذا لازم اكيد بنقطع له باسات. شكرا لك سعاده النايب. وعم تشوف زميلك على كل حال ايدي معلوف على الشاشه، اجواء حلوه كثير فعلا عم نعيشها اليوم من مجمع فؤاد شاب الرياضي بجوني. تعرض لاصابه ايدي معلوف كمان مثل ما شفنا من شوي، ان شاء الله ما تكون اصابته قويه بيقدر يتابع. كمان خليل بوعبيد الملحن وايضا الفنان
عم شوفك اليوم مغني عندك صار أغاني خليل، كنت أول شيء بعالم التلحين بس الفترة الأخيرة شفناك صار عندك أغاني، أهلا وسهلا فيك معنا. مصوار كيفك بالرياضة؟ بعرفك تشوفك كتير بالجيم قبل، بعدك بأجواء الجيم ولا بتعدد؟ هيدي فيما مضى، هلأ صار لي شوي كسلني، بس أنا جو الباسكت بول كتير قديم علي لأنه أنا إكس لعيب، كنت من عشاق اللعبة، بس تعرف مع الوقت ومع الهيدا بتصير تخف الحماس عليها. هلأ رجعنا غيرنا جو وانبسطت. وبخصوص موضوع الغناء، هو من الأساس أنا بغني طبعاً، موضوع الكوتشينج هي شغلة بس موقت كانت، ولكن الأساس عندي هو الفن والغناء. والتلحين ايه والتلحين هيدي شغلة أكيد، بس التلحين والغناء والتوزيع كلهم بيمشوا مع بعض، جميعاً مع بعض لي. صحيح. شو رح تعمل اليوم بالجيم؟ خسرانين فرق 3 نقاط. لا هلأ صراحة أنا بعتبر حالي ضميري مرتاح، عملت اللي لازم اعمله. لا انت برافو عليك، انت ماتش كبير حطيت سليت حلوة كتير بالماتش وتبعناك فيها، بس بعد مش كافي، لازم كوتش غسان يرجع يدخلك على الملعب. لازم كوتش غسان يعمل شيء، انا برايي هلا لازم يعمل شيء لحتى يعدل النتيجه. دقيقتين و40 ثانيه الفريق عم بيصير 4 نقاط. خليل بتشكرك حبيبي، اهلا وسهلا فيك، انا كمان الجو الحلو. ثانك يو. نرجع للماتش، الزلعوم لعايدا باخوس لخوري على 3 نقاط صباح، ما بينجح ريباوند لنديم السعيد. ما في بزح اذا لاحظتوا التشكيلتين اليوم هلا بالكورتر الرابع خاصه عم بيكونوا كاملين، معظمهم لاعبي باسكت بول محترفين. برداويل نديم السعيد مقطوعه من الحنكش امام المعلوف، كمان رح ينضم لنا فنان بتحبوه كثير، فنان لبناني شاب عنده صوت بيعقد واغاني كثير كثير حلوه، اهلا وسهلا فيك ميشيل ازي. بصوار بصوار للجميع. كمان يعني منك بعيد عن عالم الرياضه ميشيل، دائما بنشوفك بنشاطات رياضيه خاصه كل شيء له علاقه لمصلحه لبنان لمصلحه السلام، دائما حاضر. كيف شايف جيم اليوم؟ اول شيء هيدي لفه كثير مهضومه، بغض النظر انه خيريه كمان فيها تشجيع لكل الناس تكون عم بتساعد، كل واحد يستفيد من البوست اللي عنده اياه ليقدر ينشر هالرساله اللي عندهم اياها ميسيون دو في او اي جمعيه ثانيه. فانا بحيي كل الفنانين والنواب والفيمس اللي مشاركين الليله. مباراه كثير كثير كلوز، رح نخليك تتابع اخر دقيقه ونص منا. شكرا شكرا لك ميشيل ازي. مباراه اذا كثير قريبه بعدها من اولها لهلا، 3 نقاط الفرق. شال برداويل ما بينجح هون بثاني فريق وبيرجع بجيب الريباوند، ما في فاول، مقطوعه برافو ستيل من الياس حنكش، كمان من جديد مقطوعه من المعلوف، سرقه من هون وسرقه من هون بس على الملعب، ما قصدنا شيء شباب على الملعب، سرقه طابه فقط لا غير. الى جربنا كمان طارق المرعبي سعاده النايب، اهلا وسهلا فيك، كمان عم تقدم مباراه كبيره، عم تشوفك عم تسجل سلات حلوه لفريقك اليوم. كيف شايف الجيم؟ يعني حقيقه احلى شغله بالجيم انه متنوع من كل المناطق ومن كل يعني حقيقة من كل القطاعات. صح، يعني عم شوف فيه بقطاع الإعلام، في بقطاع الرياضيين، أهل السياسة، نواب الزملاء، يعني شوي من كل شيء. هيدي بتبين بتدل أولا على الوحدة، العيش الواحد والعيش المشترك في لبنان، هيدي شغلة مهمة جدا نحن متعلقين فيها إلى أبعد حدود. طبعا نتمنى أنه يكون وضع البلد بوضع أحسن، نكون بوضع يكون فيها حكومه مشكله ان شاء الله. هالجيم اكيد حكومه تكون عقد طموح اللبنانيين، ان شاء الله هالمباراه تاثر ايجابا، اضطر الاجواء اكثر واكثر بالبلد، نشوف نرجع كل الامور عم تعود الى السكه الصحيحه. لازم نحن متاملين حقيقه انه كل الامور تعود الى السكه الصحيحه، يقلع البلد بالحقيقه، شبعنا من سياسه، خلينا نعم بالرياضه، خلينا بالاقتصاد، خلينا بالانماء، خلينا فرص بالعمل للشباب. شكرا، هيدا اهم شيء. شكرا لك سعاده نايب، مشكور على تي في والفريق الاعلامي كله. شكرا سعاده نايب طارق المرعبي. 14 ثانيه ونص لنهايه المباراه، الفارق نقطه واحده، شو راح يصير؟ كيف راح تخلص هالمباراه؟ الحب والحياه. سعاده نايب اكو تلفزيون مصر انه راح يروح فريقه بالمباراه، والخطه عم تكون مشتركه لأول مرة بتاريخ الباسكتبول، كوتش فؤاد وكوتش غسان عم بيعملوا خطة مشتركة. هلا بالزمانات الزمانات يعني من زمان كتير كانوا بالجهاز الفني لنادي الحكمة، بس هيدي خبرية يعني خلصت فير بلاي. فير بلاي إذا نقطة لمح فريق لايف، فريق كوتش غسان ساكيس على فريق اللوف، فريق الحب لكوتش فؤاد أبو شقرة.
برافو هالروح الرياضية الحلوة مع السلفي الختامية لساعة تانية بجوب ترزيان عم يخدها مع الفريقين. عن جد أجواء كتير حلوة عشناها بمجمع فوق الشيب الرياضي بجوني. Play for Peace المباراة من أجل السلام بذكرى الاستقلال اللي جمعت سياسيين فنانين وجوه بتعرفوها على التيفي وغيرها لننقل صورة جديدة على لبنان بوجه الرياضي اللي بيقدر يجمع اللبنانيين بمختلف انتماءاتهم بعد هالمباراة واللي انتهت بفوز فريق الحياة على فريق الحب 50-49. اذا من بعد هالمباراة الحلوة كتير اللي كانت بعنوان السلام Play for Peace بين فريقي الحب والحياة، بالنهاية الحب والحياة واحد وحب الحياة عم بيجمعنا كان من بها المباراة وبلبنان تحديدا. متشكر كل اللي تابعونا، بتشكر كل الفنانين كل السياسيين والممثلين والإعلاميين اللي كانوا معنا بهالإيفنت. فريق العمل شكرا مرة جديدة مع المخرج جورج خليل وكل الفريق، واللي يكون أكيد موعدنا الرياضية اللاحقة دايما على MTV. تابعونا، إلى اللقاء.